مرحبا، يعطيكم العافية. احنا في لسه في ملبورن اليوم، وقعت بإيدنا عملة 50 دولار عادية، عملة أستراليا حلوة هيك شكلها بلاستيك زي عملة كندا تقريبا. الحلو فيها انه ما بتتعوج، ما بتنغسل في المية، فدائما بتكون in good shape. طبعا طبعه من هاي العملة اللي هي 50 دولار اللي بدي احكي عنها حوالي 2.1 مليار دولار، 2.1 بليون دولار. بعد ما طبعوها بست اشهر من تداولها اكتشفوا انه فيها خطأ مطبعي. طبعا وين الخطأ المطبعي هذا اللي اكتشفوه؟ على العملة من وراء، على العملة هون اذا انتو شايفين هذا الكلام، واحد اكتشف انه كلمة responsibility اللي موجودة هون كان فيها misspelling، يعني خطأ في املائي. طبعا عادة هذه الورقة بتاخد عدة procedures عشان to approve it وبدققوها املائيا، لكن صارت هذا الخطأ بدون ما يعرفوا ليش، ساها واحد عنها. however سحبوها من الاسواق الان، وعم بحاولوا يطبعوا واحدة جديدة خلال الست اشهر القادمة. فكويس انه طلعت لنا هاي الورقة، ويعطيكم العافية. طبعا خطأ بيصير، اشي طبيعي، لكن هذه الورقة او العملة راح تكون نادرة جدا، فعشان هيك مش راح نصرفها. يلا نطلع على الترين ونشوفه قريبا.